دول عربية قد تتعرض لكارثة مدمرة في الفترات القادمة. المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وفلسطين في مرمى نار الكوارث الطبيعية في الفترة القادمة. تنبؤات خطيرة جدا تلتف حول الدول العربية بزلازل ستكون ما بين القوية جدا إلى متوسطة القوة، تنذر بحجم الدمار الذي قد يحل على تلك المناطق. فلم ننسى بعد ضخامة الكارثة ولا حجم الدمار الذي حل على الجنوب التركي والشمال السوري بعد الزلزال الأخير الذي تسبب بتشريد ملايين الناس وإفراغ ولايات بأكملها، وراح ضحيته ما يزيد عن 45,000 عدا عن عشرات آلاف الجرحى والمفقودين. فهل ستكون الهزات الأرضية القادمة على الدول العربية كتلك التي ضربت تركيا وسوريا؟ وما هي توقعات الخبراء المحتملة لمستقبل الزلازل في الشرق الأوسط؟ السبب الرئيسي في حدوث الزلازل التي تضرب الدول هو وجود الصدوع الأرضية التي تقع على صفائح متحركة في باطن الأرض، تعمل على حدوث احتكاك يؤدي لضغط ضخم تنجم عنه حركة الزلازل الطبيعية. وهناك الكثير من الدول العربية التي تقع على مرمى تلك الصدوع التي تشكل بؤرة ساخنة جدا لحركة الزلازل. مصر والمملكة العربية السعودية، لبنان وفلسطين وسوريا، جميع الهيئات المسؤولة عن أمر الحماية من الكوارث يجب عليها أن تأخذ ما يحدث بعين الجد والاعتبار كي لا يتكرر حجم الكارثة والضرر المهول الذي جنته تركيا وسوريا. معاناة صعبة وفاجعة مؤلمة لم تدرج في خانات النسيان بعد. فالمهم الآن أن يتم تسخير كافة وسائل الأمان والحماية في الفترات القادمة، والاستعانة برأي الخبراء الدوليين في علم الجيولوجيا، مع الأخذ بأهم التوصيات اللازمة والتعلم من تجارب الآخرين إثر الكارثة الأخيرة التي وصلت قلوب العالم أجمع. طرح علماء الجيولوجيا وخبراء الزلازل العديد من التوقعات التي تنذر بحدوث المزيد من حركات الزلازل القوية والعنيفة في أماكن مكتظة بالسكان في تركيا وسوريا هذا العام، دون تحديد يوم معين لحدوث الزلزال القادم. كما توقعت مراكز رصد الزلازل في تركيا مجموعة من الهزات الارتدادية التي تحدث حاليا كما نشاهد كل يوم في الأخبار. كان آخرها الهزة الارتدادية التي ضربت ذات المكان بقوة 6.5 على مقياس ريختر، ومن المرجح أنها ستطال بلادا عربية متعددة في الفترات القادمة، وبعضها سيكون بقوة زلزالية مدمرة وخطرة جداً.